خمس شروط عشان تكوني أنثى جذابة، بل الأنثى الأكثر جاذبية، يعني أكثر واحدة جذابة ممكن إحنا نشوفها في حياتنا. الخمس حاجات اللي إحنا هنقولهم في حلقة النهاردة دول، لو أنتي يعني اللي بتسمعني منكم كده تشوف هل الكلام ده فيها، لو هما فيكي يعرفوا إن أنتي شخصية جذابة جدا، ولو هما مش فيكي اتعلميهم وهيجوا على المدى الطويل واحدة واحدة كده، بالتدريج هتلاقيهم يجوا معاكي. طيب ليه لازم انت تتعلمي حاجة زي كده؟ عشان التميز حلو، عشان الجاذبية حلوة، عشان الانسان اما بيبقى مختلف دي حاجة واحساس وطعم ولون تاني خالص، وبتخليه دايما مرغوب من الدنيا كلها. برحب بيكم في البداية سريعا، وبقول للجديد اللي لسه ما اشتركش يشترك ويضغط على زر الجرس عشان نفضل متواصلين مع بعض. وانا مثبت في اول تعليق رابط الانستجرام، اي حد في الدنيا عنده اي استفسار اي سؤال اي حاجة يبعت لي على الانستجرام، وانا برد الفترة دي تحديدا، انا برد على كل الرسائل اللي بتجيله وبرد عليها كمان بشكل مفصل. وطلبي المعتاد في البداية دوسوا لايك في البداية عشان كلنا نتجمع والحلقة ما تروحش على حد يعني، وكله يشوفها، ولو في إفادة الإفادة تعم. تعالوا نشوفوا أول شرط كده مع بعض. كتير ممكن يظن إن الجمال هو كافي للجاذبية، إن أنا أبقى شكل جميل شكل مهندم ده هيخليني شخصية جذابة. ده ممكن يخليك شخصية جذابة ولكن لفترة قصيرة، إنما أنت لو عايزة تبقي شخصية جذابة على طول ودايما، ده مش التفكير الصح. يعني أول حاجة، مفيش شخصية جذابة في الدنيا سواء ست أو راجل إلا لما تكون عندها ثقة في نفسها. تكون عندك ثقة في نفسك دي قاعدة بديهية رقم واحد، ألف ب ثقة يكون عندك، ألف ب جاذبية يكون عندك ثقة في نفسك. لو انت شايفة ان ثقتك في نفسك مهزوزة، مثلي على الناس ان انت عندك ثقة في نفسك، هتكتسبيها، اقسم لك بالله هتكتسبيها. والناس ليها الايحاء، الناس ليها الظاهر، وانت مدام واثقة في نفسك على طول. بصوا يا جماعة، في قاعدة حلوة أوي اسمها فاقد الشيء لا يعطيه، يعني انت لو ما عندكيش ثقة في نفسك ما تنتظريش ابدا ان حد يشوفك شخصية واثقة في نفسك. فلازم تكون عندك ثقة في نفسك، ولو مش قادرة ان انت تحصلي عليها ادعي ان انت عندك ثقة في نفسك، دي رقم واحد. تاني حاجة اللي اغلبنا يعني ممكن يكون عارف، العناية بالنفس، العناية بشكلك بمظهرك، ان انت تكوني دايما نظيفة، دايما شكلك مهندم منسق، يعني لبسك لايق على بعضه، شكلك تسريحة شعرك كويسة، وشك كويس، ان انت يكون شكلك جميل وبينبعث منك ريحة طيبة، يعني ريحة طيبة، ريحتك ريحة كويسة. دي من العوامل القوية جدا والبديهية يعني السريعة اللي ممكن تلفت الانظار لأي مثلا انثى او اي شخصية بشكل عام، وكمان بتدل ان هي شخصية جذابة. يعني انا على سبيل المثال، لو انا رجل اهوت وشفت واحد لابس كويس وهو بيتكلم معاه، انا هبقى مبسوط ان انا بتكلم معاه ومبسوط ان انا ماشي معاه وعايز الدنيا كلها تشوفني. انما العكس بقى، لو شفت حد كده مهمل في نفسه ومش منسق ومش مهندم، لو جه وقف معايا دقيقتين انا هبقى محروج وعمال ببص يمين وشمال لحد يشوفني واقف مع الشخصية دي. يبقى تاني شرط العناية بنفسك. هل دي فيكي؟ هل الشرط الاول اللي احنا قلناه الثقة فيكي؟ طب الشرط التاني هل فيكي؟ طب تعالي نشوف تالت شرط. في حاجة في علم النفس جميلة أوي وأنا بحبها أوي، بتقول من دلالات الجاذبية القوية الابتسامة المعبرة وليست الضحكة الصاخبة. يعني فاهمين القاعدة دي؟ الشخص كثير الابتسام، والابتسامة المعبرة هنشرحها دلوقتي، كثير الابتسامة وهنوضح يعني ايه ابتسامة معبرة، جذاب مليون مرة أكتر من الشخص اللي هو عنده ضحكة صاخبة، يعني ضحكة صوتها عالي أو ضحكة ملفتة. دي ممكن تلفت الانتباه ليكي ولكن ما تخليكيش شخصية جذابة. على فكرة الابتسامة المعبرة، يعني إمتى أبتسم وإزاي أبتسم ولمين أبتسم، ده معناه كلمة ابتسامة معبرة. ما تبتسميش على الفاضي والمليان، ابتسمي حينما تشعري فعلا ان الموقف ده يدعي حاجة زي كده، وابتسمي للشخص الصح، ابتسمي
تبتسمي للإنسان الصح، وفي الموقف الصح ما يكونش مثلا الموقف لا يليق إن أنت يظهر عليك ابتسامة وتبتسمي كده، هتظهر إن أنت شخصية ممكن مستفزة، ممكن ما بتقدريش، ممكن ما أنتش فاهمة، وده معناه كلمة الابتسامة المعبرة. رابع حاجة ومهمة جدا جدا فوق ما تتخيلي، لازم يكون عندك حتة غموض، شيء من الغموض زي ما احنا بنقول كده. بصوا جدا فوق ما تتخيلي، لازم يكون عندك حتة غموض، شيء من الغموض زي ما احنا بنقول كده. بصوا الشخصية اللي كتاب مفتوح وسهل أي حد يقراها ما هيش شخصية جذابة. مش عايزين نضحك على بعض، الغموض من الأسباب والشروط الرئيسية عشان الشخصية اللي انت شايفها دي تبقى شخصية جذابة بالنسبة لك. لو انت او انت بشكل عام ما انتش عارفة يعني ايه تبقى شخصية غامضة، انا مثبت في اول تعليق مع رابط الانستجرام حلقة كاملة عن الغموض وعن فن التجاهل وعن هي حلقة شاملة كوكتيل كده لكل الحاجات دي، حلقة مفيدة جدا، انصح اي حد بيتفرج عليها دلوقتي بعد ما يسمع الحلقة دي يتفرج عليها. صدقوني صدقوني هتفيدكم، واللي يسمعها منكم وما يلاقيش ان هو استفاد يكتب لي في التعليقات انا ما استفدتش. لازم تكون الشخصية عندك شيء من الغموض، مش كل أسرارك واضحة، مش كل خباياكي ظاهرة للعلن، مش كل حاجة عنك معروفة، ده يفقدك الكثير جدا من جاذبيتك. هل الأربع حاجات اللي احنا قلناها دول انت بتشوفيهم فيكي؟ لو بتشوفيهم فيكي اعرف ان انت شخصية جذابة بالفطرة. وعلى فكرة لو مش فيكي تقدري جدا بشوية شغل على نفسك كده ان انت تكتسبيهم، بس هتحتاجي وقت على ما تعودي نفسك وبالتدريج كده. خامس شرط تعالوا نشوفه بقى، الكرم او العطاء. الكرم او العطاء يعني ايه؟ مش شرط كرم ان انت تبعزقي فلوس او تدي فلوس للناس، ولكن لما تلاقي حد عنده مشكلة تعرف ان انت يكون عندك عطاء يعني احتواء ليه، تعرف ان انت تهوني عليه، تعرفي لما حد مثلا محتاج مساعدة تهوني عليه او تساعديه باللي تقدري عليه، تعرفي تكوني الشخصية الفعالة اللي اي حد لما بيروح لها بيحس ان هو مرتاح نفسيا، دي تخليكي مختلفة عن اي حد تاني، دي تخليكي جذابة في عيون كل الناس تقريبا. مش شرط، انا ما بقولش ان انت يكون العطاء بتاعك عطاء مادي، بس عطاء نفسي، عطاء معنوي، الكلمة الحلوة، الابتسامة اللي بتهون، الراحة معاكي في الكلام. مش في شخصيات كده بتحب لما تبقى عندك مشكلة او متضايق تشوفها، تقعد معاها، تحكي لها، تسمع رأيها؟ بالله عليك الشخصيات دي انت ما بتشوفها مميزة؟ انت ما بتشوفيش يعني؟ ارجعوا كده فكروا معايا كده واحنا بندردش مع بعض، يعني الشخصيات دي بالنسبة لك انت مش شايفاها مختلفة عن الاخرين؟ وإلا ما كنتش تفضليها وتقصديها عن الاخرين وتهتم بيها لما يكون عندك ضائقة او تكوني مخنوقة او مكتئبة او عايزة تاخدي حل او عايزة تاخدي مساعدة؟ وده المقصود بيه كلمة العطاء، وده المقصود بيه معنى العطاء. خلوني كده واحنا عيلة واحدة اسألكم سؤال وتجاوبوني عليه، يا ريت تجاوبوني كمان يا في نفسكم كده يا في التعليقات تكتبولي شيء جميل كمان، لان انا بقرا تقريبا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلال التعليقات بتاعتكم. بالله عليك لو في شخصية فيها الخمس حاجات اللي احنا قلناها دي هتشوفيها جذابة ولا لا؟ انت بشخصيتك وطباعك اللي بتتفرجي عليها دلوقتي، لو في شخصية فيها الخمس أشياء اللي احنا ذكرناها دي هتشوفيها مميزة ولا لا؟ هتشوفيها شخصية جذابة ولا لا؟ هتبقي عايزة تتكلمي معاها ولا لا؟ هتبقي عايزة تعرفيها أكتر ولا لا؟ هتبقي مبسوطة لو هي اتكلمت معاكي ولا لا؟ طب ما هي دي الجاذبية. لو انت لقيت الإجابات دي كلها نعم نعم أو أيوة أيوة، يبقى هي دي الجاذبية، هو ده الشخص الجذاب، هو ده الشخص اللي كل الناس مركزة معاه، هو ده الشخص اللي كل الناس تحب ان هي تقرب منه، هو ده الشخص اللي كل الناس ما تقدرش ان هي تستغنى عنه. مش عايز اطول في الحلقة اكتر من كده، اتمنى الحلقة تكون كانت مفيدة ليكم، اكتبولي ارائكم، واللي نسي رجاء يدوس لايك للحلقة، مهمة ايضا من الحلقات المهمة واللي اكيد هتساعد، لو انتوا شايفينها هتساعد كتير يبقى دوسوا لايك، مش شايفينها دوسوا ديسلايك عادي مفيش
مشكلة، القرار لكم، احنا هنا بنتعامل بالديمقراطية يعني في القناة. بحبكم جدا، هنستمر في تقديم طبعا اي حاجة انتوا بتطلبوها. عندنا يوم واحد عشان عندنا حلقة يوم السبت، ادخلوا على المنتدى رجاء، صوتوا معايا واختاروا، انا يعني رأيكم عندي مهم جدا وفي الاعتبار والمقام الاول، ساعدوني واختاروا معايا حلقة يوم السبت، حلقة بكرة، وهتوحشوني.